إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر هذا المجلس الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يلهمنا شكره عليها. أيها الإخوة المسلمون، تعلمون جميعا رحمكم الله أن هذه الشريعة التي شرفنا الله بها هي شريعة محكمة، والله سبحانه وتعالى قد أكملها وأتمها، وما فرط ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقد أنزل هذا الكتاب وجعله مهيمنا على الكتب السالفة، وجعل فيه الهدى والرشاد، والله سبحانه وتعالى هدى به العالمين سبل السلام، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا دل الناس على خير ما فيها وحذرهم على شر ما ينتج عنها. ولا شك أن الأمور كلها، سواء كانت اعتقادا أو عبادة أو عملا قوليا أو فعليا، كل ذلك قد ضبط بميزان الشرع، والمسلم ما عليه إلا أن يتفقه في دينه فيعلم ما له وما عليه، ولا ينبغي له أن يستهين ببعض الأمر وأن يذعن للبعض الآخر، فهذا ليس فعل أهل الإيمان. فأهل الإيمان ينصاعون وينقادون ويخضعون للشريعة كاملة، لا يفرقون بين شريعة وشريعة. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يفرق ومن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فأنزل فيه وعيدا شديدا. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متمسكين بالدين كله، عقيدته وشريعته وأخلاقه وآدابه والمعاملات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيما بين عباده وخلقه. أقول وبالله التوفيق بعد هذه المقدمة: من أعظم الأمور التي تصلح بها معايش الناس ومعاملاتهم أن تنضبط بضابط الشرع. ولو تتبعتم جميع النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدونها تحث على هذا الالتحام وهذا الالتئام الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهي أخوة الدين التي فرط فيها كثير من المسلمين، واعتبروا أن دينهم يمكن أن يكون صحيحاً إذا اعتقدوا اعتقاداً سالماً، وإذا صلوا صلاة صحيحة، وإذا قاموا الليل وصاموا النهار، ثم بعد ذلك لا شيء بعد ذلك. ولو أنهم فرطوا في الأخوة فإنه لا حرج عليهم في ذلك، وهذا خطأ كبير. ولعلكم تعلمون أن من أعظم الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل بالمدينة في هجرته المباركة، أنه أقام المسجد، بنى مسجده بالمدينة، ثم
آخى بين المهاجرين والأنصار. يعني جوج ديال الأمور بدا بهم النبي صلى الله عليه وسلم أول نزوله بالمدينة، لما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما بدأ به أنه بنى المسجد، وفي ذلك إذان وإشعار إلى أن هذه الأمة لا تصلح إلا بدين، هذه الأمة لا تصلح إلا بدين. فكل من يظن أو يفكر أنه يمكن أن يتم استقرار وازدهار ورقي وحضارة في غياب التدين فهذا مخطئ، وهذه الشواهد ترد عليه. فلا بد أن نعلم أن أعظم ما يمكن أن نعتز به هو ديننا، وهو التزامنا وتمسكنا بهذا الدين. وأذكر لكم قصة ولو كانت سابقة لأوانها، فذكر أهل التواريخ والسير في قصة فتح بيت المقدس، لما تغلب المسلمون على النصارى وأرادوا أن يدخلوا بيت المقدس، اشترط الكبراء أن يأتي أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين يومئذ هو عمر رضي الله عنه. وطبعا أمير المؤمنين كان متواضعا، وكان لا يميز عن بقية رعيته، فجاء هو وغلام له يعتقبان على بعير، يعتقبان على بعير يعني كيتنوبوا، يركب عمر رضي الله عنه ويقود الغلام البعير بأمير المؤمنين. ثم إذا مضت مرحلة نزل أمير المؤمنين وسار يقود البعير ويركب الغلام، وهذا من عدل الإسلام. فلما بلغ مخاضة واحد ضايا واحد القلتة ديال الماء فيها الغيث، وكانت نوبة عمر أن يكون راجلا يمشي على قدميه، فأخذ نعليه فوضعهما على عاتقه ثم خاض في الماء. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه كانت النوبة فيه يمشي على رجليه والخادم يركب البعير، فلما خاض في الماء واتسخت رجلاه بالوحل رآه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم استشرفوك، والله ما أحب أن القوم استشرفوك. يعني قال لي أنا ما نبغيش يعني هاد الكفار يشوفوك على هاد الحالة، انت زعما خصك تكون في واحد الشارة حسنة وواحد القيمة كذا كذا. فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها، لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال مقولته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم إنما أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا بعدد ولا عدد ولا صناعة ولا زراعة ولا شيء. فكان أهل الجاهلية يأكلون الميتة ويقطعون الأرحام ويقطعون الطريق ويتفانون في الحروب على شاة أو بعير، فجاءهم الإسلام فأنقذهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وإلى عدل الإسلام، فصارت لهم العزة والمكانة والسيادة والريادة. قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فكل من أراد العزة فعليه أن يلزم شريعة الرحمن، وأن يلزم ما بينه رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. ثم الأمر الثاني وهو الذي سيرتكز عليه كلامنا في هذه العجالة هو الأخوة بين المسلمين. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون أناس وإن كانوا أغنياء في أقوامهم فقد تركوا أموالهم وديارهم وأنعامهم وكل ما يملكون وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا فقراء لا يعرفون، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بحالهم
يحسبهم أغنياء من التعفف. يعني فاش يشوفهم شي واحد اللي ما عرفهمش كيقول هذو راه لاباس عليهم، هم لا يملكون شيئا لأنهم يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه آخى بين المهاجرين والأنصار لتحصل تلك المواساة وليحصل ذلك التكافل. هذا هو التكافل الذي أسسه الإسلام والذي يتبجح الغرب بأنهم أول من عرفه وأول من أرسى دعائمه وأرسى ركائزه. إن الإسلام سبق كل هذه النظم وكل هذه المبادئ إلى هذه المفاخر المزعومة التي تطبق في الغرب حيناً وتخالف أحياناً كثيرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه المؤاخاة فيها من النفع الكثير. أولاً صارت تلك الوحدة وصارت تلك اللحمة التي تجمع بين المسلمين، لا فرق بين هذا وهذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يفرق الإسلام بين جنس من الأجناس ولم يفرق بين لون من الألوان، وإنما أكرم الناس عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما تمت هذه الأخوة ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في تطبيقها، ضربوا أروع الأمثلة في تطبيقها، فقاسموا إخوانهم أموالهم وقاسموهم متاعهم وقاسموهم كل شيء، حتى إنه مما يروى وهي صورة مشرقة في جبين التاريخ أن سعد بن الربيع نزل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما نزل عليه قال له سعد وكان من أغنياء الأنصار، قال له إني من أكثر الأنصار مالا، إني من أكثر الأنصار مالا، فأشاطر كمالي، يعني أراد أن يقتسم معه ماله بالسوية. قال ولي زوجتان، كان متزوجا بامرأتين. طبعا هذا الأمر هذا كان معروفا، لأن دابا حقوق النساء قد يقول لك هذا فيه ازدراء للمرأة واحتقار لها وذهاب بإنسانيتها وكذا. لا، طبعا هذا أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزواج والأنبياء قبلهم كان لهم أزواج وذرية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الأصل. كان له زوجتان، فقال فانظر إلى أيهما هويت أنزل لك عنها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. شوف دابا هاد قضية البذل والعطاء والسخاء والكرم الذي كان عند الأنصار قابلته عزة النفس وعفتها التي كانت عند المهاجرين. ولذلك بعض السؤال لما استشعر ضعف العطاء، يعني ما بقاش الناس تتهلاو فيه كما كانوا زمان، فقال أين ذهب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار؟ فأجابه الرجل قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني هذاك الشيء كان مناسب لهذاك الوقت، كان الناس يعني فيهم الكرم وفيهم البذل، وأيضا كان آخرون فيهم عزة النفس وفيهم تعفف وفيهم ترفع وفيهم كرامة لا يقبلون من الناس شيئا. قال ولكن دلوني على السوق، فذهب إلى السوق فباع واشترى، وكانت له خبرة بأنواع المكاسب وفنون التجارة، فاكتسب مالا كثيرا. فما لبث إلا مدة حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، وإذا به أثر صفرة، فقال له مهيم، فقال له تزوجت، قال له تزوجت، قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال ما أصدقتها؟ أش أعطيتها في صدق؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فقال الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك في أهلك. الشاهد هو أن هذه الأخوة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار يجب أن تكون لنا عبرة، وأن نحاول أن نرسخها وأن نوطدها بيننا. لسنا كغيرنا من الأمم المتناحرة التي وصف الله سبحانه وتعالى شأنهم بقوله تحسبهم جميعا
وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن إذا نظرت إلى اليهود تحسبهم على قلب رجل واحد، لكنهم متفرقون، متشتتون، متشردمون. والأصل في المسلمين أن يكونوا متحدين. لذلك من استقرأ كما قلت نصوص الشريعة كتابا وسنة فإنه يجد كل ما يوطد هذه الأخوة وهذه العلائق جاءت النصوص بالحث عليه وببيان أجره في الدنيا وفي الآخرة. جميع الأمور التي توطد هذه العلاقة رتب عليها أجر في الآخرة، وجميع الأمور التي تفرق شمل المسلمين جاءت النصوص أيضا لتحرمها ولتنفر منها ولترتب الجزاء الخبيث والوبال على ارتكابها. ولذلك تقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، الحسد فرق، لا تحاسدوا ولا تناجشوا في البيع والشراء. النج هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا ينوي شراءها، هذا مما يورث الضغينة والشحناء بين المسلمين. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، والتدابر هو التهاجر. الناس اللي تفرقوا على والو، تخاصم معاه قال لك راه داز داك النهار وما شافش فيا، ما نكلموا لا اليوم ولا غد حتى اليوم القيامة. أمور يعني تبنى على غير أساس. هل التهاجر له أسباب؟ يجب أن تكون أسبابا شرعية. أما التهاجر الذي يكون فيما بين الناس لأجل موجدة أو لأجل غضب فحده النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، الهجر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، هكذا أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا إخوانا. لا يجوز أن يحقر المسلم أخاه بحسب ابن آدم من الشر، أن يحقر أخاه المسلم بحسبه، أن يكفيه إثما أن يحقر أخاه المسلم. يعني غير شي واحد التي يبان ليه المسلم قل منه فهذا بلغ من الإثم مداه، بلغ من يعني الجريمة منتهاها. يعني غير شي واحد اللي تيبان ليه واحد من الناس فهذا إثم بحسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه الأخلاق لا تليق بالمسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الإنسان المتكبر لا يدخل الجنة، الإنسان المتكبر لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. بل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيه غير شوية ديال الكبر، لا يدخل الجنة. استعظم ذلك الصحابة رضي الله عنهم فأرادوا الاستفصال، فقال بعضهم: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ إن بزاف ديال الناس عندهم مفاهيم مغلوطة. إلا شاف شي واحد لابس شي جلابة مزيانة، ولا راكب على شي سيارة مزيانة، ولا عنده شي بلغة مزيانة، ولا كذا، تيقول هذا متكبر. طيب، ما هو الكبر؟ ما تعريفك للكبر؟ من عرف الكبر بهذا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا يقول العلماء أنه من جواب الحكيم، أي أنه سئل عن مسألة فأجاب وزاد أمورا لم يسأل عنها، كما في حديث يعني أبي هريرة في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مع أنهم لم يسألوا عن طعام البحر، ما سألوا عن السمك أحلال هو، وخالد الحوت هذا ميت وشئت شندبحوه ولا لا، فقال بأنه من سأل عن ماء البحر أيصلح للوضوء، فلا أن يغيب عنه حل سمكه وميتته أولى وأولى. فجواب الحكيم أن تجيب السائل بأعظم مما سأل. إذن هذا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي شي واحد فينا تيلبس شي جلابة مزيانة وتيلبس شي صباط ولا شي بلغة مزيانة، ياك ما هذا التهوى متكبر؟ فقال له: إن الله جميل
يحب الجمال، فعرفه بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، عرفه بصفة من صفات الله تعالى، فإن الله جميل وأيضا هو يحب الجمال، فعد هذا من الجمال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. لما دخل رجل وحاله رثة، دخل ولبس جلابة ماشي هي هذيك ومشعكك ما ناشط شعره ما كذا كذا، فقال له: يا هذا، أليس لك مال؟ أنت داير الشكل ديالك الشكل ديال الفقراء المعدمين، أليس لك مال؟ فقال: من كل المال أعطاني الله، عندي من الإبل والبقر والغنم وكذا. قال: فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك تلقى شي واحد هكا سبحان الله هكا فطرته، تتلقاه يعني لاباس عليه أموال كثيرة، ولكن إلا لبس لبس واحد القميجة مقطعة من هنا، ويلبس شي حاجة مشرقة من اللي بطاقة، يعني هكذا هكذا حاله، لا يستطيع أن يبرز تلك النعم التي أنعم الله عليه بها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. شنو هو الكبر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بصورتين: لكن الكبر بطر الحق، أي رده بعدما يتبين. شي واحد يتبين له الحق يكون مخطئا في مسألة من المسائل أو في مفهوم من المفاهيم، ثم يبين له الحق بالأدلة القواطع من الكتاب ومن السنة، ثم بعد ذلك يأبى أن يرجع ويريد أن يستمر على الباطل ويتمادى فيه، هذا متكبر ولا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بهذه الصورة: الكبر بطر الحق، تيكون الناس مختلفين في شي مسألة وتيجيو تيتحاكموا كتاب الله وتيتحاكموا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر الحق مع أحد الأطراف، تيتبين الحق بأنه كذا، يقول لك سيدي واخا هذاك الشيء أنا ما قبلوش، واخا سيدي يكون في القرآن ما قبلوش. طيب، هذا هو الكبر، عين الكبر هذا. فالأصل في المسلم أنه إذا ظهر الحق فإنه يرجع إليه، كما في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال له: فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هب أنك كنت مخطئا سنين من دهرك، تيكون الإنسان شي حاجة ما عرفهاش، شي حاجة غير في العبادة جاهل بها، كنلقاو الناس دابا نضرب واحد المثال: مسلمون مغاربة يصلون 50 عاما أو أكثر، كي تيصليو تيصليو هكا طالقين يديهم، تيصليو طالقين يديهم، من تجي تتعلموا السنة وتقول لي بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، وبهذا جاءت النصوص وروي ذلك عن نفر من الصحابة يبلغون 18 رجلا، 18 صحابي كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وليس هناك صحابي واحد يروى عنه سدل اليدين. تقول لك: سيدي واش أنا دابا هاد السنين كلها وأنا تنصلي، إذا هاد الشيء كله مشى، هاد الشيء كاع كله ما قبولش. نقول له بأنك إن كنت فعلا اقتديت بفقيه أو مفت أو عالم أفتاك بذلك فلا إثم عليك البتة، ما عندك حتى شيء إثم، ولكن متى تأثم؟ إذا تبين لك الحق وأصررت على الباطل، إذا تبين لك الصواب وأصررت على الخطأ ومكثت عليه حتى تلقى به ربك. هذا هو القضية اللي صعبة، وهذا من الكبر. تقول لك: سيدي شكون أنت اللي بغيتي تعلمني؟ أنا راه أكبر منك وأنا أعلم منك وأنا راه مجالس، فلا يريد أن يرجع إلى الحق، إذن هذا متكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. شنو هو غمط الناس؟ هو احتقارهم. كاين الناس اللي ما كيعترفش بالآخر أبدا، تيبان لي جميع الناس قل منه كما كانوا، لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا، وهم متخلفون وهم متشددون وهم متزمتون وهم لا يفقهون شيئا وهكذا. هذا شنو هو؟ كبر. كبر غمط الناس، أي سلبهم حقوقهم وازدراؤهم واحتقارهم، وهذا له وعيد شديد، إضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث من أن صاحبه لا يدخل الجنة، وهذا من أعظم الوعيد الذي تلين له الجبال. لكن كما قال الله تعالى: بعض القلوب أشد قسوة من الحجر. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأو هنا بمعنى بل،
لأن أو تأتي بمعنى الإضراب والترقي، تأتي بمعنى الإضراب والترقي. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل هي أشد قسوة، كما قال الله تعالى في قصة يونس عليه السلام: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بمعنى بل يزيدون، بل يزيدون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عددهم لا يشك في عددهم. فليس أول التخيير دائما تأتي بمعنى الإضراب والترقي. فالشاهد هو أن هذه القلوب إذا قست فإنها لا تقبل الحق. أسوق لكم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر. ما هو الذر؟ الذر هو النمل، واحدته ذرة، ومنه قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الآن يعني المفسرين العصريين الذين لا يرفعون رأسا بأهل التفسير القدامى السالفين يقول لك لا، الذرة المقصود بها هي هذه اللي تنقرأ عليها في علوم الفلك وكذا والفيزياء. لا، مش هذه الذرة، هذه لا يعرفها العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين يفقهه العرب ولا ينكرون منه حرفا، ولذلك كان الصحابة إذا استشكلوا لفظة واحدة من ألفاظ القرآن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه فيبين لهم صلى الله عليه وسلم. وما استشكلوا هذه اللفظة لأنها كانت من معلوماتهم التي يتعاهدونها. إذا المقصود أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال. صور المتكبرين كيبعثهم الله بحال النمل، بحال النمل في صور الرجال. ها هو قد النملة ولكن ها هو عويناته ومنخراته قد أمور هكذا صغير. يبعثون كأمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا، عاملهم الله بنقيض مقصودهم. فإنهم لما أرادوا أن يكونوا فوق رؤوس الناس في الدنيا جعلهم الله تحت أسافل أقدام الناس في الآخرة. يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في النار يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار عياذا بالله. إذن هذه عقوبة المتكبرين، هذه عقوبة من يحتقر إخوانه من المسلمين. فينبغي علينا إخوة الإسلام أن نعلم أن هذه الروابط التي ينبغي أن تربط بيننا ينبغي أن تكون مبنية على الصفاء، مبنية على الحب، مبنية على الوئام. أن أحب لك ما أحب لنفسي، هذا تمام الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خصنا نعود النظر في هذه الأمور ديالنا. كيف يغتاب المسلم أخاه؟ أترضى أن يغتابك الناس؟ كيف يسعى المسلم بالنميمة بين إخوانه؟ كاين سبحان الله اللي عنده نفس خبيثة شريرة، إذا رأى بعض الناس على وئام وصفاء لا يهدأ له بال حتى يفرق بينهم. مهمة إبليس عياذا بالله، الشيطان ما تيرتاحش. هو قال لك ما تيتقادليش القانة ديالو، يقول هادوك جوج علاش مقادين؟ ما عمرهم تخاصموا، خصني نشوف شي طريقة. فينقل كلاما من هذا إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطعه، هماز مشاء بنميم. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتظن أنك مصلح؟ واش هذا الإنسان كيظن بأنه مصلح بأنه تقدم واحد الحسنة تقول لي أنا غير جيتك أنا بغيت غير وجه الله؟ راه ما تظن بيا غير واحد الإنسان راه تيقول فيك وتيقول فيك وتيقول فيك وما بغيتك شيء تبقى في دار غفلان. تبارك الله على سعادة المصلح. هكذا يكون الدين؟ لما لم تنصح أخاك؟ الإسلام أمرك بالنصح وجعل لك الأجر عليه. طيب واحد الإنسان شتيه خطأ وقال كلاما لا يليق في غيره، فما الذي أوجب عليك الشرع وما الذي ندبك إليه؟ أن تنصحه، قل لي هالسي فلان الشيء اللي قلتي راه ما يليق شيء. شو ما عليك تقول هذه الهضره في خوك؟ شو ما تقول هذه الهضره في صاحبك؟ شو ما تقول هذه الهضره في شريكك؟ لا يليق هذا، قد حرم الله الغيبة. وتعينه إذا أخطأ على نفسه، لأن الإنسان ضعيف، ضعيف، وإنما يتقوى بإخوانه. فتعينه على نفسه وترده عن غيه، لكن انت كتهز سخونه وتمشي عند الاخر
تقول لي كيتو كيتو كيت. هذا هو الإفساد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من أسباب عذاب القبر. لمن يصدق بأن هناك عذابا في القبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر بقبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. لأن الناس دابك يظنوا بأن عذاب القبر تكون غير على الأمور اللي هي صعيبة بزاف، الشرك بالله والزنا وشرب الخمر وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شاف جوج ديال القبور وقال لهم: هادو راه تيتعذبوا وتيتعذبوا في شي حاجة اللي هي الناس تيتساهلوا فيها، وما يعذبان في كبير، شي حاجة قليلة. وفق السيرة بتفسير آخر: وما يعذبان في كبير عليهما تركوه، يعني شي أمور اللي سهل عليهم باش يتركوها. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. واحد فيهم كانت هدية مهمته، كان رسولا لإبليس. ولذلك شوف السلف لما كان معهم فقه وكان معهم ورع، جاء رجل إلى بعض العلماء وهو في مجلسه يحدثه الناس، فقال له: إن فلانا يذكرك بسوء، إن فلانا يذكرك بسوء. جاب هذا صاحب الحسنات، قال لي: راه فلان تيقول فيك كيتو كيتو كيتو. فقال له وأدبه، وهذا الذي ينبغي: إذا جاءك نمام بخبر فلا تركن إليه، لأن الذي يبلغك خبرا سيبلغ عنك أخبارا. هذا الإنسان هذا راه أولا مرتكب واحد الجريمة، مرتكب واحد الإثم، فلا ينبغي أن تقبل منه، لأنك إن قبلت منه شجعته على ذلك، فسينقل عنك أخبارا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر ليس كذلك، بل عليك أن توقفه على خطئه وعلى جريمته ليتعظ، وتذكر له النصوص التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة حتى ينزجر. لما ذكر له ذلك قال له: أما وجد إبليس رسولا غيرك؟ أما وجد إبليس رسولا غيرك؟ والشيطان بدأت يقلب هذا الخلق كلهم، ما لقاك إلا أنت وجعلك رسولا تنقل هذا الخبر لتفسد بين الناس. ووقعت قصة شبيهة لآخر من العلماء، جاءه رجل فقال: إن فلانا يذكر بأن فيك كيت وكيت وكيت. فقال له: والله لأغيظن من أمره، يعني نظر إلى أصحابه وقال: والله لأغيظن من أمره. شكون اللي أمره؟ الشيطان، الشيطان هو اللي صفته. وهذا العالم يريد أن يغيظ إبليس، قال: والله لأغيظن من أمره، اللهم إن كان في ما يقول فاغفر لي، وإن لم يكن في ما يقول فاغفر له. قمة الأخلاق وقمة الاستفادة وقمة التعليم والتوجيه والتربية. أيها الإخوة الكرام، إنه لا يكفي في العلم مجرد التلبس به ومعرفة النصوص وحفظ الحواشي والمتون، لا بد أن تكون هناك تربية. ولذلك لما افتقدنا هذه التربية صار هناك كثير من الناس يعلمون أشياء كثيرة لكنهم في مجال العمل بمعزل. تلقى الإنسان حافظ القرآن لكن أخلاقه بعيدة عن أخلاق القرآن، تجده يحفظ كثيرا من المسائل الشرعية لكن عند التطبيق لا تكاد تجد له أثرا. فلذلك ينبغي أن نعلم أن العبد لا يستفيد من علمه إلا إذا عمل به، لا يستفيد من علمه إلا إذا عمل به، وإلا إذا بثه في الناس، وإلا إذا علم أن أفضل ما ينبغي أن يتعامل به الناس هو المحبة والأخوة والوئام ونبذ كل ما يفرق بين المسلمين. إذا لا أطيل على إخواني، فالمسألة يعني كبيرة وكبيرة، لكن يكفي أن أشير إلى ما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا غنية ومقنع، وأن يكون في ذلك شيء من النفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما وفهما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.